نفى مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية سامر كبة اليوم الأنباء التي تحدثت عن اندلاع حريق في إحدى طائرات الخطوط المتواجدة في مطار جدة السعودي. وأضاف كبة في تصريح صحفي أن ما حصل هو استعمال طبيعي نتيجة احتكاك إطارات الطائرة بأرضية المدرج، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة. يذكر أن عددا من وسائل الإعلام تناقلت في وقت سابق أن فرق الإطفاء أخمدت حريقا في إطارات طائرة عراقية بمطار جدة السعودية.